أنا عبير صنصور، فنانة من بيت لحم، فلسطينية، ولدت في مدينة بيت لحم، مدينة السلام، مطربة، ملحنة، بكتب أحيانا، وممثلة. خلال طفولتي طبعا كتير مهم الأسرة إلها دور، المدرسة إلها دور في حياتك وفي مستقبلك، إيش بتحددي أنت. الحمد لله أسرتي، أبوي الله يرحمه كان فنان، كان مدرس في تيرسانتا، بس كان كتير يقدم مسرح باللغة الإيطالية وباللغة الفرنسية، كنا نحضر له كتير وإحنا صغار كتير، فحبيت المسرح، عشقت المسرح هيك من بعيد، وحبيت أخذ التجربة. بدايتي كانت من مدرستي بطليطة قومي، كتير أمي كمان الله يرحمها كانت تشجعني، كان صوتها كتير حلو، نغني أنا وياها دائما دويتو. إحنا فلسطينيين عنا فنانين وعنا فن وعنا إشي، عنا فن قوي ومحترم وبيمثل عالميا، يعني بيقدر يمثل فلسطين عالميا. من هون انطلقت من دار الأوبرا المصرية، رشحوني في 2004 اني امثل مصر في ايطاليا في البيكولو تياترو، المسرح الصغير في دار الأوبرا في ميلانو. فكرة اني اطلع حبيت يعني، وبنفس الوقت انا فلسطينية، فعملت ميكس، كان طالعين معي فرقة من الصعيد، فرقة النيل، كلهم زلام كبار والجلبيات والمزمار والهاي، عملت ميكس ما بين الفولكلور الفلسطيني والفولكلور الصعيدي المصري القديم، لبست جزء توب فلسطيني ولبست جزء الثاني من الأغاني الجلبية الصعيدية، وبنفس الوقت مسؤولية كبيرة جدا انك انت تكوني مرأة فلسطينية وتطلعي للعالم وتقدمي وطنك وبلدك ورسالتك. دوري كان محمد صبحي قال لي بالضبط، عبير بدي اياكي تطلعي زي ما انت، بنت فلسطينية، فتاة فلسطينية طالعة تقدم رحلتها ورسالتها وقضيتها للعالم كله. حتى في بعض في مشهد من المشاهد كمان بيقول لي انه انا بدي كل العالم انه انت كمرأة فلسطينية طالعة تورجي هذا الاشي، انت جزء منك، ارضك، تورجيه وتقدميه للعالم. بحس اني مهزوم لما اللي حواليا انفضوا عني. انا مرات بحس اني مهزومة ومقهورة، مع انك مش لوحدك، في ناس كتير حواليكي، بس انت عايزة تسيبيهم تسافري. معلش مش بإيدي، انت عارف ظروف أهلي، خصوصا بعد ما استشهد وليد أخوي، لازم أكون معاهم، لازم أحس إني بعمل لهم شيء. أنا مختلف معاكي، انت هنا بتعملي أهم من وجودك جوه فلسطين، انت بتنقلي للناس في كل مكان بتروحيه وبتحافظي على ملامح حياتكم. هاي فعلا لازم تبقى، ولازم كل الناس تعرف إنه إحنا متمسكين في بلدنا، في كل إشي في بلدنا، مهما حاولوا يدمروها ويشوهوا فيها. غني عن الحياة يا فدو، بلاش تغني عن الموت. الموت احنا شايفينه ومتابعينه. هالراعي السمرة اللي كانت سارحة عن ذاتها، ومرقت علي البارحة والدنيا تندف ثلج. كمان وجودي في مصر مش ما كانش إشي سهل ابدا، لانه انت طالعه في غربه، طالعه في مصر ام الدنيا ومساحات كبيره بيجيها من كل دول العالم. لكن وجودي في الاوبرا يمكن شوي خفف علي، بنفس الوقت واجهت كتير صعوبات من نواحي مختلفه. مثلا انا دائما بطلع دائما كل حفلاتي بطلع ليلة فلسطينية عبير صنصور، أو ليلة رمضانية فلسطينية عبير صنصور، يعني دائما فلسطين قبلي، ولبسي دائما فولكلور تراث، لأنه أنت عارفة أنا فلسطينية وطالعة من الأرض وعشنا الانتفاضة وعشنا وطن ولازلنا، وبحمل وطني على كتافي وماشي وين ما أروح، ما بقدرش يعني، هذا أنا ما بقدر أغير، مش سهل أبداً أنك أنت تغيري هذا الشيء. مرة واحد بيقول لي أنه إذا بتضلي هيك رح يكون مصيرك زي أبو عمار، فقلت له يا ريت يكون مصيري زي أبو عمار الله يرحمه، يعني
كمان إنه حدا مش كل الناس بتفهم بتفهمك، مش كل الناس تفهم مسيرتك، بتفهم الرسالة اللي أنت بدك تقدميها. حابة بعد إذنكم قبل ما نبتدي الحفلة، حابة نهدي أو نبعت رسالة صغيرة جدا لغزة، لأهلنا في غزة. للأسف بعد يعني بعد فترة طويلة من وجودي في مصر بدأ الفن شوي ينحدر يعني، وكلنا شايفين إحنا كيف الموضوع توجهنا للكلمات الرديئة، توجهنا للحن الصاخب، المهرجانات والأشياء هاي. يعني أنا شغلي صار إنه مرة مرتين ثلاثة في السنة أطلع حفلة أو هيك شيء، ما بقدر أغير. يعني كتير شركات عرضت علي أني أنا أمضي معهم، تقريباً 6 أو 7 شركات، لكن في النهاية لما أنت بتمضي مع شركة ما حدا بفهمك، ما حدا بحسك، وما حدا بحترمك كمرأة. هذا إشي كتير مهم، إنه أنا بدي أغني إشي أنا حاسسته، بدي أغني كلمة طالعة من جواي حبيبتها، بدي ألبس لبسي اللي أنا بحس إنه هذا الإشي بيعبر عني. ففي النهاية أنا مرأة فلسطينية بعبر عن الفتاة الجميلة اللي أنا عايشة فيها فلسطين، بعبر عن وطني، عن قضيتي. فبحب إنه الناس تشوفني زي ما أنا وتحترم هذا الشيء، تحترم رسالتي. بعد الحمد لله عملت إنجازات كتير كبيرة في مصر. أهم شيء كان عندي إنه بنتي مريم إنها تعيش زي ما أنا عشت، وتحس كمان في وطنها برا في مصر. يعني عانيت شوي لحد ما اني اوصل لها هذا الشيء من خلال الكلمه باللهجه، وهي دائما معي بشغلي. جيت في 2019، كان دعوه من بلديه بيت لحم، قدمت اوبريت مهرجان المغتربين، قدمت اوبريت تحت اسم صوت السماء، كانت مريم معي كمان، كان إخراج مسرحي خالد المصو. مريم عاشت هون 3 شهور في الفترة هاي، صورت فيلم، صورت كليب، وعملنا هذا المهرجان. شافت الحياة، شافت الوطن، شافت الطبيعة، شافت الناس كيف علاقتها مع بعض، الأصدقاء، الأسرة قديش هي جميلة. بعد ما رجعنا مصر، ماما أرجوكي بدي أعيش في فلسطين. هذا الإشي أنعشني من جواي حقيقي. مصر حبيتها وعملت فيها اسم وعملت فيها أشياء، لكن في النهاية أنا بقول دائما إنه أي مخلوق أنجز وعمل في النهاية لازم يكون وطنك هو الأولى إنك تعطيه، ووطنك هو الأولى فيك إنك تصب هذا النجاح فيه. أنا طلعت من فلسطين ولازم أرجع فلسطين، والحمد لله يعني وطني وبلدي ضلت معاي دائما، ورجعت لبلدي وعملت إنجازات أكبر وأكبر. Oh,
شفت نورا للمسيح بنوره ابتدت الحضارة صدقت هذا الحب بي صدقت طفلا في المغارة صدقت نورا للمسيح بنوره ابتدت الحضارة بيت لحم يا منارة بشارة من خلال الموسيقى من خلال الفن بنعيش حياة أجمل بنقدر نعطي أكتر لما أسمع لما أعيش هذه الحالة الجميلة بقدر أكون أكتر منتجة في المجتمع بوقف مع أطفالي أكتر بدعمهم أكتر وبنفس الوقت أنا بكون عندي حالة نفسية أجمل وبعيش بشكل سوي أكتر. أنت كمرأة فلسطينية لك دور كتير مهم في المجتمع، عيشي مع أولادك، عيشي حياتك مع أولادك، ربيهم صح، سمعيهم، قدمينهم الحياة بشكل أجمل، وبنفس الوقت لازم يعني استمتعي إنه أنت يكون إلك دور مهم كمرأة فلسطينية في بيتك وفي مجتمعك.